مرحبا، اسمي إيفان وأنا أعمل في شركة أليكو المعدات. ما هي شركة أليكو المعدات؟ نصنع معدات لمعالجة البوليمير والحمد لله نحن الأكبر في روسيا. هل تعتقد أن لدينا دببة وجليد فقط؟ دعني أريك. هنا أوروبا وهنا آسيا، والبترول هنا، هناك الدببة والجليد، وشركتنا هنا. سأريكم أفضل الأشياء التي يتم صنعها في منطقتنا: طائرات هليكوبتر، قطارات كهربائية، محطات الطاقة النووية، طائرات بر مائية، وجرارات الحصاد. ونحن هنا على مساحة 4500 متر مربع، يقوم أكثر من 100 شخص بتصميم وإنشاء معدات عالمية المستوى. هل أعجبك هذا؟ لنذهب سوياً. هذا هو المكان الذي بدأ فيه كل شيء، وهنا تولد الأفكار المبدعة. يقوم فريقنا من المصممون والمهندسون بإنشاء وتطوير معداتنا وإيجاد الحل الأمثل لك. أوه، وجدتها. نحن ننتج جميع الأجزاء الميكانيكية وأخطاء غيار المعدات في آلات المعالج الخاصة بنا. لدينا العشرات منهم، سأعرض لكم القليل. ماكينة مزاج 5 محاور، ماكينة مزاج 3 محاور، ماكينة يودا الدائرية، ماكينة خارط 3 محاور. رائع، أنا ذهبة إلى ألمانيا. وهذه هي اللحظة الأكثر إثارة الاهتمام، معداتنا. هذا هو المكان الذي يتم فيه التجميع والاختبار، غرفة التجميع. نظام خلط الجرعات إلى ألمانيا. أوه فتيات، دعني أقدم لكم معداتنا. نظام خلط الجرعات الجاذبية، أنظمة التحكم في الفتايل، نظام خلط الجرعات الكمي، آلات صنع الأكياس شديدة التحمل. من تصميمنا مع نظام التحكم في السماكة مع مستشعر كونديج، نصنع ماكينات خطوط فيلم فائقة التطور. هذه واحدة من 30 موديل لدينا، 200 متر في الدقيقة. أعلم أن هذا رائع. هل تريد رؤية إنتاجهم؟ ماكينة خطوط فيلم أليكو ABA 800 مع نظام خلط الجرعات الكمي الخاص بنا، ماكينة صنع الأكياس شديدة التحمل من أليكو، يمكنها صنع 14 كيس في الدقيقة، ماكينة خط الفيلم أليكو ذو 3 طبقات مع نظام خلط الجرعات بالجاذبية، ونظام تحكم تلقائي في السماكة مع صندوق التحكم. تعالوا هنا، سأوضح لكم كيف هيعمل ذلك من 2 سيجما لواحد وستة من عشرة سيجما. الشيء المشترك بين جميع معداتنا الدقة، الكفاءة، الصلابة، والسعر مريح للغاية. في انتظار العمل سوياً، كلمونا.